فلا يحل لأحد أن ينقل كلام أحد إلى من تكلم فيه فيلقي العداوة بينهما، بل إذا تكلم أحد عندك في شخص فانصحه وحذره من النميمة، وقل له لا تنقل إلي كلام الناس فيه، واتق الله حتى يدع النميمة، واعلم أن من نم إليك نم منك فاحذره. ولهذا قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قتات أي نمام. وثبت عنه أنه مر برجلين يعذبان في قبورهما فقال في أحدهما: إنه يمشي بالنميمة. وأعظم النميمة أن ينم الإنسان بين العلماء، علماء الشرع، فينقل من هذا العالم إلى هذا العالم الكلام بينهما ليفسد بينهما، ولا سيما إن كان كذبا فإنه يجمع بين النميمة والكذب. يذهب إلى العالم ويقول: إن فلانا من أهل العلم يقول فيك كذا وكذا وكذا، فإن هذا من كبائر الذنوب وفيه مفسدة عظيمة وإلقاء للعداوة بين العلماء، فيحصل في ذلك تفكك المجتمع تبعا لتفكك علمائهم.